التحيه والسلام لكل مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحيه طيبه واهلا بالجميع الى تتبع عدد جديد من برنامجكم الاسبوعي الاخباري التفاعلي اصداء الشباب، هذا البرنامج الذي يهتم بجميع نشاطات الشباب والحركات الجمعويه وتطلعات شريحه الطفوله. اليوم الاصداء تاتينا من بلديه البياضه بالضبط من حي الصمام العريق. اين ينزل ابطاله ابطال نادي الرياضي الغزلان او نادي الغزلان الرياضي هذا النادي الذي تاسس حديثا واخذ على عاتقه تنشيط الحي وكامل انحاء الحي من خلال الدورات والنشاطات الرياضيه والاجتماعيه التي يقوم بها لفائده ساكنه الحي دور اجتماعي كبير يثمن ونحن اليوم في اصداء الشباب نستضيف الوجوه الشابه في هذا النادي للحديث عن نشاط هذا النادي وبرنامجه الصيفي ونقاط اخرى تخص احوال الرياضه والحركات الجمعويه بالمنطقه. اتشرف هذا الصباح وابدا على يميني باستضافه الرياضي الفاعل بوبكر قادي اهلا بك وهو طبعا نائب رئيس نادي الغزلان الرياضي بالبيضاء اهلا بك سيد قادي اهلا وسهلا بكم الشيخ بلقاسم بارك الله فيكم على هذه الاستضافه نعم كما ارحب كذلك بالرياضي سيف الدين غريبي باعتباره الكاتب العام للنادي اهلا بك سيف السلام عليكم اخي علالي شكرا على الاستضافه ونشكر كذلك قناه التحرير على هذه الاستضافه شكرا لك استاذ سيف الدين كذلك ارحب بالشاب الياس عميار نائب الكاتب العام اهلا بك يا الياس بك اكثر الشيخ بارك الله فيكم على الاستضافه وقناه التحرير تكون ان شاء الله تكون طيبه ان شاء الله بكم اهلا واهلا وسهلا ومرحبا يا هلا بشباب حي الصمام الله يبارك فيك حي الصمام طبعا هذا الصيف يعني ناشط جدا على أرضية ترابي على أرضية ملعبها ترابي الأصل طبعا الرجوع للأصل فضيلة أليس كذلك أبو بكر؟ نعم نعم, نعم, نعم نعم نشاطات كبيرة في البياضة اليوم ونادي الغزلان هو نادي حديث النشأة يعني ولكنه ترك بصمة يتحدث عنها العام الخاص خصوصا شباب البياضة الذي أخذتم أنتم على عاتقكم تنشيط هذا الحين خلال دورتكم الكبرى مونديال الغزلان نعم كما سماه أحد المتابعين اليوم نتحدث عن هذا النادي، وأعطينا بطاقة فنية يا على هذا الفريق. بسم الله الرحمن النادي. الرحيم، أه الحمد لله وكفاه والصلاة على النبي المصطفى. نعم. أولا الشكر الجزيل لإذاعة أه قناة التحرير. التحرير على هذا الاستضافة وهذه الالتفاتة. نعم. لتنوير والإشادة بنادينا. نادي نعم. الغزلان الرياضي ببلدية البياضة حي الصمام. نعم. هذه كانت لنا فرصة يعني للإعلان عن النادي تاعنا والإشادة به ومشاركة نشاطاته. نعم. آه هذا النادي هو حديث التاسيس نعم آه عندها قرابه عام فقط قرابه سنه من الوجود سنه من الوجود هذا النادي يعني نشاطاتكم بكري كانت آه نشاطات شبانيه فقط, شباب فقط. الحي. نعم نعم كان دون نعم. غطاء تنظيمي و... نعم كانت مناثلة من الشباب ونفس الشباب نفس الشباب نفس الشباب بدون غطاء تنظيمي بدون غطاء تنظيمي كانوا يقومون بهذا التنظيم كل صيف نعم كل صيف آه هذا النشاط دوره آه هذا نشاط الدوره الترابيه الدوره والدورة هي الطبعه العاشره اذا هذه النسخة العاشرة نعم أول نسخة كانت عام 2012. نعم جميل. عام 2012 باسم المرحوم ناصر العايب الله يرحمه الحاج ناصر العايب نعم العوني. الآن رم أولاده تقريب كامل راهم يشاركوا في هذه الدورة. نعم. الله يبارك. كانت في 2012 حبسنا في 2019 من جت الكورونا كورونا. جميل. يعني بعد الكورونا بثلاث سنين حبسنا واصطاد هذا قبل يعني من قبل كان هذا الملعب ترابي بصح كان كما نقولوا مهمل شوي مهمل مهمل يعني مش مهمل مهمل ما كان غير الشباب ينشط فيه يقوموا بالتنظيف وحدنا ونوقف وحدنا ونقعد وحدنا نروح <applause> نلمدوا مبلغ مالي هكا نروح نجيبوا كاش معناها اله جارفه ولا حاجه نقوموا بالتنظيف ونديروا الدوره تاعنا وتزهى الناس كله وتضحك الناس الكل والتمكي كيما عن خير وخلاص حتى جانا عام 2019 حبست الدوره ووقتها كانت الكورونا على بالكم يعني النشاطات كلها كانت متوقفه وبعد هذاك الملعب استغلوه لـ يعني سوء الحظ يعني استغلوه بعض الجيران وحشاكم طيشوا في ياسر اوساخ وكذا تغطى حتى ان هذاك الملعب انتهى امر تقدر تقول الملعب بعد منتهي نعم ولم يلتفت اي احد لهذا المكان نعم ما فيش نعم. لجنه تحي مكان حتى لجنه تحي مكان حتى واحد تكلم ومكان حتى واحد كما نقولوا غاضها الحال باش ينوض لك الملعب هذاك ولا باش يقول ما تطيشوش ولا ما توسخوش كانت اساءه كبيره يعني وتقززنا ياسر من هذا الموضوع لكن الـ الـ بين قوسين كما نقولوا احنا العزيمه تاعنا والشبيبه تاعنا والانضمام تاعنا واللحمه تاعنا كانت اقوى اقوى نعم. اقوى بياسر من هذا الشيء اللي صرع نعم وعاودت التهيئه الملعب من جديد بنسخه احسن وبغطاء احسن وبطريقه احسن هذا عام 2028 جميل كانت نسخة 2023 و 2024. وأربعة هذه لأن تعبنا ياسر النسخة اللي فاتت هي اللي تعبنا فيها ياسر ياسر ياسر. باعتبار إعادة الاعتبار للملعب. إعادة آه. اعتبار كبيرة. وإقناع الجميع بضرورة جدوى هذا الملعب نعم لا والله لقينا استحسان كبير يعني صراحة من الجيران كي جينا ننظفوا كل تهنوا من هذاك المشاكل اللي كانت عندهم هذاك الروائح وهذيك الأوساخ وهذيك الأماكن والآن لو عاد ملعب وعاد معناها كيما نقولوا تقدر تقول معناها نفس, نفس حتى العائلات ثم الشباب. يريحوا فيه متنفسين فيه مكان يعني ما شاء الله يا ابو بكر باراده الشباب نعم واراده م. الشباب قويه جدا والله الصراحه يعني انا راني ما ننكرش جميل نعم اللي الملعب هذا تقدر تقول ايسنا منه بالدرجه هذه عيسنا منه فهمتوا كاين واحد من الاعضاء بارك الله فيه سموه وزو اعضاء المجلس من اعضاء تاعنا هذا من اعضاء النادي هذا من اعضاء النادي تاع الغزلان نعم وزو معناها كانت عنده هو الفكره وراح يعني كيما نقولوا استقبال يعني من بعض الاعانات وطرح علينا الفكره والحمد لله وقفت الشباب اخويا ورجع الملعب من جديد. مشكور وزو من وزو من هذا, هذا أنا, انا نعم شخصية. وزو هو خالد نعم يوسف خالد نعم خالد يوسف مشكور. هذا راهو هذه غيرة الشباب ربما أستاذ, رب استاذ استاذ تربيه بدنيه ولد اختصاص هو على كل نعم اذا بجهد جهيد تم اعاده الاعتبار لهذا الملعب الترابي. نعم جميل جدا وانت ترى الجمهور يعني يجلس على ارضيه ترابيه الصاله متابعه في ظروف طيبه وسنتحدث عن ذلك من خلال الجلسات الدينيه الا هذا طبعا لكم درتوا شيء ربما فريد من نوعه أنتم خلقتوه في الدورات سنتحدث عليه تلك الجلسات الدينيه التي ترافق المباريات يعني طيله الدوره هذا دور اجتماعي كبير قمتم به انتم للتحسيس اعطينا فكره عليه سيبو بكر هذا ربما زميلي فتحي يرافقنا على العرض التقني اليوم سيعرض لنا صوره جميله من خلال هذه الجلسات النادي تاعنا جماعه راه بقدر ما يكون رياضي راه عنده اهداف الهدف تاعنا احنا هذه راه اصلاح الاصلاحات في المجتمع نعم على بالك راه كي مثال شبيبه مثال حاكم الطريق واحد اخر ولا تشوف مثال شباب مثال راهم مديهم الواد ولا حاجه راهو من الحال. جميل جدا. راهم هذوما الاعضاء كلهم من نفس المكان. ومتبادلين الاراء ومتبادلين الافكار. وعدنا كل يوم تقريب اجتماعات. نعم هذه الصور طبعا يعرضها زميلي فتحي مشكور فتحي الشايب على العرض التقنيه طبعا. هذه صور جميله جدا ربما في مثل هذه الامور لما ترى هذه الامور وش, وش تشعر انت يعني؟ يعني هذا دور, دور اجتماعي كبير يعني انت تلم حوالي يعني مئات الشباب يعني يحضرون هذه الجلسات الدينيه التوعويه التحسيسيه بمواضيع مختلفه بمواضيع يختارها اهل هو من اجل تفصيل الرساله ابو بكر ولا الياس والا سيف يعني احساسكم انتم الرساله هنا والله احنا يحنا يحنا الاخ بالقاسم راه الحاجه من من مناش متصورين واش راح من وراها جميل جدا احنا كمجرد كفكره كفكره هاي فكره جسدت على كل حال كي جسدنا الفكره من بعد احنا نفرحوا بهذا الشيء اللي نلقوه الاستحسان هذاك تاع ال... الجمهور بال... القبول نعم. احنا اصلا ما متوقعين باش تصرى هذاك الشيء نعم. انا يا خويا بارك الله فيهم شيخانا عبد الرحمن جديد والشيخ نعم. الهادي حواس تحيه لهم تحيه 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 كبيره لهم نعم. والله نعم. بارك الله فيهم الناس اللي الله نعم, نعم. هذوما يعني احنا كي شغل قمنا بالواجب تاعنا جبنا بافات وجبنا هكا حويجات وجينا باش نديروا حصه ومع على بنلقوا استحسان كبير والله يعني ما شاء الله نعم شاء متابعه الله. كبيره يعني. متابعه كبيره وزد درناها في اللايف وحتى حتى ما لحقش يعني حضر شخصيا قال تابعها عن طريق و... و... يعني. الحمد لله رب العالمين يعني لقينا فيها استحسان ولقينا ان شاء الله بقدر الاستحسان تلقى ان شاء الله نتيجه نعم هذه الحصه ان شاء الله والله هذا معناه هذه خطوه ربما سيحذو حذوكم بقيه الدورات الاخرى في مناطق اخرى لان هذا دورنا الاجتماعي احنا كمجتمع صوفي محافظ لابد ان نواكب هذه النشاطات الرياضيه بهذه النشاطات التحسيسيه الدينيه هنا على الاقل قالك ان تشعل شمعه بدلا ان تلعن الظلام جميل جدا هذا يحسب لنادي الغزلان والنادي الرياضي الغزلان طبعا ربي يثبت الجميع اللهم امين يعني, يعني ياسر مجموعه كتب فيها افكار النيره نعم. طبعا ربما سؤال عام وفتحي سيعطينا صوره لتاسيس النادي في طبعا في قاعه من القاعات نتاعكم يعني قاعه عبد الملك اعتقد ظروف تاسيس هذا النادي ما هي الاسباب لياس الحديث للجميع اسباب تاسيس هذا النادي كيف جاءتكم الفكره انكم تقولوا لابد نديروا غطاء تنظيمي لهذا النادي لهذا الحي؟ من اسباب تاسيس هذا النادي هي الطموحات المستقبليه وال... حبيتوا تعملوا غطاء لهذا لهذا النشاط ولهذه المجموعه التي تنشط حتى باش تتمكن يعني باش تنشط في نشاطات اخرى بطريقه بطريقه نظاميه بطريقه نظاميه نعم الملعب تحدثنا عليه ربما باراده البلديه دورها كيفاش كان معكم في خلال هذا الملعب؟ كانت مبادره ما شاء الله من البلديه عاونونا نعم. السلطات المحليه. السلطات المحليه عونونا كانت الفضل فضل الكبير في نجاح هذه الدوره ورجاع الاستاذ الى 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 سابق عهد نعم. نعم. أه... نادي ربما قبوله لدى السلطات المحلية البلدية كإضافة يعني كيفش يعني المجلس البلدي كيفش شوفوكم يعني والله يعني كنا نستدعو دائما في الرئيس الدار ورئيس البلدية وبارك الله فيهم ياسر 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 نعم البلدية كانت لها دور كبير يعني في في الرجوع هذا الملعب نعم. وما قالوش لا وش نطلبوا و وبارك الله فيهم يعني عاونونا ياسر ياسر نعم وأن وأنا رئيس البلدية شخصيا في النهائي العام اللي فات 2023 يعني قال راني حاير حاير في هالصداء لقاه لقيت هذه النشاط هذا فرح يعني بان شغل معناها بلديه تلقى انت مثلا نشاط رياضي كبير ولاقي استحسان كبير ولاقي اعلام كبير خارج يعني حتى من الولايه نقول احنا هي. نعم. حتى في بلايص اخرى بارك الله في يعني حتى رئيس البلديه يعني مد يد العون ياسر لنا بارك الله فيك. قال وش خاصكم انا رانا هني والله جميل جزيين. جدا جدا ترى السلطه المحليه يعني تحذو حذو يعني افكار الشباب وتسيرهم هذا جميل جدا يعني. ربما لقيتوا صعوبات اكيد هناك صعوبات في التاسيس ما هي الصعوبات اللي تعرضتوا لها انتم من خلال تاسيس هذا النادي او حتى في بدايه نشاطكم انتم ما زلتوش جدد على كل حال هي النسخه هذه نسخه في التنظيم يعني في الدوره هذا ما عندناش فيها مشكل كبير نعم. عادي لان الدوره اللي هذه النسخه العاشره نعم والحمد لله يعني مع الشباب مع الاجتماعات نتاعنا مع اللمه نتاعنا كل نعم. كل دوره نعاودوا نكتبوا وندونوا المشاكل اللي لقيناها نعم. باش نتداركوها يعني النسخه القادمه بعد نهايتها كل ما نهايه الدوره نجو نجو باش نقاط اللي اللي اعترضتكم باش تتفادوها نتفادوها نعم ان شاء الله هاي في النسخه اللي بعدها نعم وديما نقولكش ما, نقول ما كانش مشاكل ما كانش منها ما كانش مشاكل ديما نلقوا مشاكل ديما نلقوا مشاكل, دي مشاكل بصح عادي يعني نتماشوا معاها ومع الاراء يعني تاع الجميع نحلوا هذه المشاكل تاعنا كامل ما كانش مشكل ان شاء الله نعم والهشم الجديد يقول لك مون مسيو هاوي الهاشمي جديد احسن صديقي الكوتش نعم هاشمي آه جديد ربي يبارك فيك ان شاء الله يقول بالتوفيق الكوتش بوبكر بكر على كل حال وحييك ليش بيقول لك بالتوفيق لكل فريق دورة الغزلان المشرفة الدورة أخذت يعني بيبارك فيك صاحبي أي نعم سيف الدين قادي هذا أحد المشجعين يعني سؤال يعني سؤال ملح الدورة. حيرني ملح الدورة ملح الدورة حيرني أنه كيفاش سيف هو قدر يشجع سي عبد الملك اللي هو اللوكا في اللقاء الختامي يعني امام جمهور نوعي سلطات محليه وكذا، حتوني على سيف سيف الدين كيفاش اعطاه قلبه وقدر يشجع عبد المالك اللي هو ضده على طول والمشكل ضده من اول دوره من اول دوره يعني كيفاش اعطاه قلبه باش وانت شجع شجع في الفينال كي حد خاسر 3-0 في الشوط الثاني شجعه في الشوط الثاني أعطاه قلب قال يشجع له انا شجع ولا ما يخسر اه أو كل ما يشجع لاعب يخسر التشجيع بطريقه عكسيه عكسيه نعم لكن في من اول دوره الفريق اللي يشجعه سيف يخسر نعم انا في النهائي قال لك نشجع عبد المالك هذا صرا صرا شيء شيء يا في نعم. النهائي نعم. في النهائي كانت النتيجه 3-0 3-0 اه ومن بعد هذا العراق ضد تونس نعم يعني تونس هو عبد المالك وعبد المالك تدارك اهداف اخرى يعني علي 3-2 3 2 سيف المشكل عنده واحد الحاجه ان اللي شجعه سيف يخسر اه وبالتالي راح للتشجيع باش يخسر راح له يعني كي شافه باش يربح نعم خاف عشان يرجع مالا راح شجعه باش يخسر هذا علاش راح شجعه يعني هو راهو قلبه راه مع الاخرين نعم باش راح شجعهم باش باش يخسروا خاف منك هيك عاد 3 2 قال لك راح يزيد يعدل وتروح قادر ضربات جزاء ويربح ولكن <applause> شجع بشي طيح، أو بش يطيح لو مش شجع بش يربح ملا يقولوا له يا سيف أبقى شجع يعني يا عبد الملك حتى هكا بش يروح قدام آه يونس بن حمد يقولكم أشهد الله أنكم رجال رياضة وراكم بدرتوا بصمه كبيره وان شاء الله في دورات اخرى قادمه ان شاء الله هذا توجيه معنوي يعني تستهلون انتم على كل حال وجميل جدا ان ترى ان الجمهور الحي وساكنه الحي وساكنه البلديه يشجعوا مثل هذه المبادرات اللي هي مبنيه على التطوع والتطوع ليش بالسهل لا لا يا سي ابو بكر نعم التطوع مش سهل نعم. الانسان باش يتطوع يدير نعم. مبادرات والله ما عندنا فيها نقمه ولا جمل عارف توا خيرين نعم, نعم. آه. يونس بن احمد بارك الله فيك صاحبي ربي يجازيك كل خير ان شاء الله نعم وبالمناسبه بالقاسم احنا اي كلمه اريدنا تحفيز نعم. اللي شكرنا يحفزنا واللي نقدنا يحفزنا والله هو شوف انا نتمنى ان ينقدوك خير مش كل عاش ان النقد يخليك تعمل اكثر أكيد. اكثر أكيد. جميل جدا تحيه الى زميلي سعدي قرين من المسيله طبعا الذي يتابعنا على المباشر سعد جنين هو احد اطارات الثقافه والاعلام بولايه تمسيلة زميلي في الدراسة في الجزائر العاصمة تحية ليك انت تتابعنا مشكور يا غرين نشوفوا الدورة الآن تحدثوا على هذه الدورة التي شارك فيها 13 فريق يعني على مستوى الحي الجميل انه كلهم من يمثلون حي سمون حي سمام نعم لماذا هذا الاختيار؟ هذه بقسم رايك كفكرة الفكرة هذه قلت لك جت في 2012 نعم 2012 هذا ملعب الغزل يعني لما نقول تنشط الحي هذا هو تنشيط الحي تنشيط الحي تنشيط الحي بفم المليان و... و... يعني, كاين حاجه مش معناها من هنا نوجه نقطه لهذا الجمهور تاعنا في البياضه كامل نعم. غير أراي ما نقدروش يعني كنا بالقاسم باش نحلوها تو احنا على المستوى البلدي نعم تتوسع الدوره تتوسع ياسر والدوره هذه بالقاسم راهو واحد, ال... واحد الميزه خاصه نعم اختيار الافرقه راهو يكون تحت تحت التنظيم تحت اللجنه تحت النادي راه موش يعني يجي فريق العراق هذا يروح يلم روحه ويجي نعم التوزيع يكون معناها موازي نعم. متساوي واصناف اصناف يكون متكافئ متكافئ باش الدوره ما تروحش في, في 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 جهه في, في كافه في في كافه واحده يعني باش تعطي باش تعطي نكهه للدوره جدا الدوره الثانيه هذه احنا نلمو الغاشي كامل نعم عندنا قريب تقريبا 170 ولا 180 لاعب نعم ومن بعد احنا نقسمهم مستويات نعم. مستوى اول مستوى ثاني مستوى ثالث ومن بعد تتم عمليه القرعه الفريق الاول مثال نعطوه مثال واحد مستوى اول الفريق الثاني واحد مستوى مستوى اول ومن بعد نروح المستوى الثاني كيف كيف نوزعهم على افريقيا نروح المستوى الثالث نوزعهم على افريقيا حتى نهك باش تم كما نقولوا التوزيع بطريقه عاديه نعم وطبعا البيضة هي خزان للاعبين خزان للاطارات الرياضيه كلها وربما لو كيف فتحتوا الباب انتم ما راح تصبح حتى 20 ولا 25 فريق وبالتالي أكثر, أو أكثر, أو أكثر, أكثر, اكثر اكثر الدوره دوره الغزلان فيه من سماها بمونديال الغزلان انا الشيء لفت انتباهي خلال هذه الدوره الجميله التي تابعها وتابعها جمهور عريض طويل لمده حوالي قرابه ثلاث اسابيع, أسابيع. ختمت بلقاء نهائي ختامي توجت فيه جميع الكفاءات وجميع الكفاءات وجميع الفرق التي فازت يعني اختياركم حتى لاسماء الفرق باسماء عربيه ما هي الرساله؟ هناك رساله حبيتوا تمرها انتم اختياركم لدول عربيه في هذه الدوره عندها دلالات اجتماعيه يسميها هنا سوسيو بوليتيك يعني ربما تدخل في الاطار هذا الحديث الجميع سيف واش تقول لنا في الامر هذا؟ والله نقول لك قبل كنا نسموا نسخ الماضيه نعم نسموا انديه اوروبيه نعم انديه عربية, عربيه الموسم هذا كي درنا اول اجتماع اتفقنا على الدول العربيه نعم وكانت كذلك سمينا العراق سمينا فلسطين سمينا تونس الجزائر تونس الجزائر مشد كيما هكا. كل الافرقه عربيه لان تدل على اللحمه وعلى اللمه العربيه في المجتمع تاعنا وكذلك كانوا واحد الفكره اخرى تسهيل حتى الاستعمال بالنسبه هذا هذا اللي فهمته انا انتم ما تلقوش صعوبات يعني في الامر يعني لما تقول أن فريق فلان فريق الدوله الفلانيه وفريق دوله عربيه سهل يعني صح تونس صح العراق لبنان نعم 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 مصر نعم الجزائر هذه نعم تسمية سهله جدا صح وتعطي طابع اجتماعي حتى للشبيبه الصعده هذه بأن هناك الدول العربيه تحمل هذه الاسماء والانتماء الروحي ذاته الانتماء نعم القومي نعم والعربي الان نعم. من الغرائب انك تسمع فرق او دورات يعني تاع الشبيبه صغار يسموا الفرق تاعهم باسماء يعني فرق اوروبيه انا اتعجب انا انا يعني دائما نحثهم ونقول مرة هناك دور اجتماعي فوتوا الاسماء هذه تاع الأفريقيا. الاوروبيه هذه لما تسمي لي فريق فلان ولا فريق فلان ولا فريق فلان, لا فلان. احنا ما عندها حتى مغزى انا مون... كنت تسمي لي معناها حي من احياك خير ما تسمي لي فريق صح من ال... وش المعنى كي تقول لي دورتمون ولا مش عارف ولا هذا و... وش يقرب لك انت هذا الشيء اللي اللي كنت نقول لك عليه احنا كل نسخه نتدارك وخطا خطأ. نعم يعني اللي احنا التسميه الموسم ولا النسخه اللي فاتت درناها هكاك يعني سمينا وخلاص سميناها افريقيا اوروبيه ومن بعد شغل احنا في لقينا شوي ثقل يعني في الاستخدام الكلمات في استخدام النطق وحتى الجمهور تاعنا يعني اتفقنا يعني هذا الشيء ندركوه في النسخه هذه درناه يعني باسماء عربيه سهل حتى للجمهور يعني اي واحد شخصيه يقول لك العراق تونس مصر المغرب الجزائر هذه كلها اسماء سهله وسهلة التداول حتى بين الجمهور تاعنا وتوصيل رساله كذلك لان إحنا لما نقولوا الشبيب اللي اتبع فينا باللي هي الفرق هذه تنتمي للدول العربيه معناها راك وصلت رساله تربويه نعم. قاعديه لابناء نحن احنا الرياضه لي تربي في حد ذاتها يعني. نعم. موش غير انه نشاط رياضي فقط نشاط آه رياضي يرافقه نشاط تربوي ورسائل آه ترسل من خلال النشاط بالمناسبة الرياضي بالمناسبه بالجسم الدوره الدوره نعم. تاعنا تحت تنظيم وتحت قرارات صارمه جدا نعم وجميل جدا نعم هذا كامل <applause> للمحافظه على الاخلاقيات و... قبل كل, كل حاجه اخلاقيات يعني تلقى الناس كلها يعني يجي باي يجي البا يجي العم يجي الخال العائله كل عادي. عادي, عادي يعني في قد... في في, في ظروف اجتماعيه طيبه نعم, نعم. يعني يعني بعيدا الجي... عن الكلام البذيء بعيدا مستحيل. عن كذا يعني هالأموم... يعني... جي... اي واحد يجي ثم ثمه متطبل يقدر يتفرج وعندنا يعني عقوبات صارمة, صارمه 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 لاي واحد مثل صرامه ابو بكر جاتي يعني من <applause> بكري جميل جدا تكون آه صارم جميل صارم في الحق على كل حال احنا شفنا دورات تنتهي بالعرق هذه يعني كارثه يعني, هل يعني, هل يعني. لا الحمد لله اي يعني نعم لما تنجح الدوره يعني نهايه الدوره وتنجح في وسط احتفاليه والناس الفرحة فرحه هذاك هو الهدف <applause> تاعنا الامور اليس كذلك؟ سنتحدث عن الذين شاركوا سنتحدث عن الذين قدموا الدعم وسنتحدث وسيف قد على كل حال في التواصل الاجتماعي وقال نشكر كل من دعمنا كل من ازرنا كل من مد مد العون سواء بالحضور سواء بالكلمه سواء الامور لانجاح الدوره والله في الحقيقه دوره الغزانة الذي تبعها يعني يقول انها دوره ناجحه سنتحدث عنها الدوره التي كما قلت شارك فيها 13 فريق نذكرهم على الاقل حتى 13 فريق بالاسماء الدول اي سي سيف أي سي عميار بكر اعطونا الفرق نبدو, نبدو بالعراق تونس نبدا بالجزائر دولتنا العظيمه تونس. تونس, المغرب المغرب السودان السودان مصر 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 ليبيا. ليبيا 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 العراق العراق فلسطين فلسطين قطر خطر. قطر قطر موريتانيا 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 زيد زيد وسلطان عمان ما كانش الأردن ما كانش اليمن اليمن السودان السودان سودان. الأردن كاين لا ما كانش ما كانش زيد كان فريق واحد ورقة شو زمان المغرب المغرب قلنا اذا الفرق كل تقريبا 13 ها هاي في كل فريق نذكر واحد من الفريق على الاقل باش نعطوا حق الفرق بالاسماء كل فريق نذكره منه شخص بارز سواء فريق ولا احد شباب حي الصومال هيا نبداو تونس عبد الملك غولي عبد الملك غولي. غولي تحيه لك يا لوك لوك <applause> راه ساندك على كل حال سيف وراك باش تخسر لكن معليش زيد قلنا زيد الجزائر جزائر. موسى غولي موسى زهير قادي ليبيا جدي. ما كانش سيف قادي سيف سيف مع سيف آه مصر, سفيان. سيف مصر مصر انت. إه قطر. قطر. مصر, انت. مصر انت لا قطر قطر أعطينا قطر غريب سيف الدين غريب سيف الدين زيد عبد الملك قلنا عميار قلنا وين المغرب المغرب زيد زيد السودان السودان خلوا فلسطين فلسطين شوشو شوشو شو شوشو شو شو بكر قد وين فلسطين. فلسطين فلسطين يا سلام على فلسطين، زيد السودان فيها رضا ميان السودان رضا رضاع نذكروا اكبر عدد ممكن من الاسماء واللي ما ذكرهمش يسامحوني موريتانيا فيها نصر غميمه نصر غميمه اليمن حذيفه الدودي حذيفه الدودي. 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 الدودي سوريا فيها عرفه الدودي عرفه الدودي سوريا. سوريا ما ذكرناهاش سوريا سوريا فيها عرفه الدودي يعني. عرفه الدودي، زيد كش من سنه واحد والله مش عن نتذكر الاسامي كل بصحيح تحيه لهم كل, كل الاسامي شبابنا راهو نسيتوا نسيتوا واحد نسيتوا فتحي زميلي فتح الشايب فريق باب الود تحيه ليه العاصي معايا هاوليك <تحيز> اه دار على بالك تحيه علي الساكري علي الشايب على علي تحيه ليك يا فتحي اذا قلنا هذم الاسماء الفاعله وهذم الذين نشطوا الدوره يعني الدوره انتم كما قلت يعني الكاس تحطوا عليه انا ما لفت انتباهي بعد الاسماء وبعد اللوجو نتاع المميز الكاس الجميله سيد الكاس زميلي فتحي سوف يعرض لنا الكاس بعد قليل الكاس الجميله المصونه التي حفظت هذه الكاس عاده نشوفوا في الدورات حنايا الكاس تكون بسيطه جدا انتم اخترتوا كاس ذات قيمه جماليه وذات قيمه ربما ماديه فتحي سيعرض لنا هذه الكاس علقونا عليها وقولوا لنا شكون اختار هذه الكاس لدوره الغزلان الرياضيه اختار سيف 2024 هذه الكاس هناك كاس اخرى آه بالصوره المكبره يا فتحي شكون اختار الكاس وشراها يعني و... والله فريق شوف ف... بالقسم احنا الدوره الثانيه عندها صيد كبير ما نقدروش نحقره احنا نجيبوا لها كاس صغير نعم ما دام انا الدوره عندها صيد يعني كبير حابين شغل احنا لان كل حاجه عندنا من وراها هدف عندنا من وراها مطاقه نحنا نعم سيد الكاس عم قولي علىها هذا سي فتحي دقائق وبعض الثواني هذه الكأس الجميلة يعني لما تراها تعبر جميل جدا أنها تعبر عجم عن كيف الدورة, الدورة. يعني نعم نعم احنا شفنا انه اه الرابطة الولائية مثلا اه حتى باش ما نقولش مش من الرابطة يعني في مقابلة ختامية كأس ولاية تعطي كأس صغير جدا يعني لا وبالتالي صح. أغضب حتى بعض الفرق من حدثونا عن هذا الامر قال لماذا ما تكونش كاس مشرفه يعني لماذا انت صرفت صرفت كما يقال صح دير حاجه جميله مليحة جدا مليحة. وهذه الكاس شوف مليحه سيف وراه مخبي على كل حال هذه يعني طريق جايه جاي. راحت هذه راحت فريق العراق نعم نعم فريق العراق الذي فاز في اللقاء الختامي على فريق تونس بنتيجه هدف مقابل هدف في مقابله ختاميه حاسمه جدا يستاهلوا فريق العراق قدموا دوره قدموا ما شاء الله. دوره جميله جميل جدا شكرا لك زميلي فتحي على ما تفضلت يعني صوره جميله جدا هذا البروفيسور بالقسم القصير الذي يتابعنا ويشجعنا دائما يقول يشجع الجميع ويقول نتمنى ان تكون هناك دوره في السباحه ولملأ في ولايه الوادي نذكرك يا بروفيسور ياسي بالقاسم ان الرابطه الولائيه للسباحه انشئت لكنها توقفت لست ادري وكنا قد استضفنا هذه الرابطه في مواسم سابقه للحديث عن السباحه ودور الرابطه الولائيه لرياضه السباحه في ولايه الواد لكنها توقفت لاسباب ربما نجهلها نحن نتمنى ان يعاد الاعتبار لهذه الرابطه ولاطاراتها طبعا حتى ترجع الى عهد سابق عاديه وتكون في المقدمه ولما لا تكون بالنشاط الذي يتمناه الجميع تحيه لك يا بقاسم على متابعتك وعلى تشجيعك لنا ولتشجيع برنامج اصداء الشباب نكملوا ايها السادة الكرام في تفاصيل هذه الدورة التي كما قلت لفتت انتباه الجميع. ملاحظتكم العامة على هذه الدورة من ناحية الجمهور مثلا، من ناحية التحكيم، من ناحية الانضباط، تحدثوا على هذه الأمور داخل الميدان. نقطة بنقطة، سيلياس حدثنا على الجمهور. كيف رأيت الجمهور من ناحية الحضور والانضباط؟ يا يعني الجمهور غفير يوميا باللي تزيد نهار بعد نهار. نعم. ومنضبط ما شاء الله مع. للعلم. وتمتع وكل شيء. نعم. وزاد حضور نوعي، حضور ليس من, من من الحي فقط، من كامل تراب البلديه. كامل تراب البلديه. يتبعوا فيها كامل تراب البلديه. حتى ما خارج البلديه. خارج البلديه. المتعه لتمضية وقت طيب في امور نعم. يقول لك انا عتنا عن الصطاد وين هذا؟ نعم. نقول لهم راهي دوله دولة محليه. يقول لي نجي. يعني المهم جايش احنا نتبعوا فيهم ماذا بنا رانا نحضر في كل مقابلة لان الدوره الرياضيه رائعه جدا في جمهور نوعي دون ناس مثقفين دون واعيين يحبوا الرياضه هذا هو الاساس لان انت لما تتنقل باش مقابله رياضيه كانك رحت البحر يعني حسيت تنفس والاجمل من ذلك أه اطفال صغار شباب كبار ساعات تلقى بالعكاز تاعه جاي يتفرج على الدوره المحليه هذه جميل جدا هذه السمح فيها الدوره تاعها الناس كما نقولوا ردوا الزمن القديم من الترابي التراب ترابيه ترابيه نعم ترابيه نعم, نعم. بالقاسم الناس الكبار اللي يشتوا يتفرجوا المباريات راهم عندهم عندهم واحد الحاجه في روسهم لازم يلقوها نعم يلقوا يلقو يلقو مثال النظام ويلقوا كما نقولوا الاخلاق في الدوره او اي انسان يعني كي تقول راه جا ثم راه يلقى راحته لان اي واحد كون يجيك نهار ويلقى يعني حاجه مش مليحه ولا يلقى حاجه لا اخلاق لا اخلاقيه ولا نعم ولا يلقى كما راه الانسان هذا ما عادش يجيك وهذا الشيء يعني سهم في حضور الجمهور نعم من اي مكان نعم راي الحمد لله يعني الدوره تاعنا انا قلت لك راهي نظيفه واضحه جدا الامر هذا نعم, نعم. هذا علاش الناس راهم يجوك من بعيد يتفرج وهذوما تاعي بكري كل اللي لك يشكر لك الدوره يقول لك احسن حاجه عجبتني راهي اخلاقيه نعم الحمد لله نعم. الدوره اخذت اسم المرحوم عبد الرحمن ناقص عبد الرحمن ناقص الشهيد الشهيد عبد, عبد الرحمن ناقص الشهيد طبعا رحمه الله عليه انتم اعطيتوها طابع كذلك ثوري يعني نشاط اجتماعي ذو طابع يعني برساله معينه أهمية اللعب في المساحات الترابية يعني الميزة اللي أنتم بقيتوا بها رغم أن الملعب الترابي تاع حي الصباب لا يبعد كثيرا عن الملعب البلدي أنا سألني أحد المتابعين قال لي يقول لهم لماذا اخترتوا الملعب الترابي على الملعب هذا هذا جاوبوا عليه السؤال هذا مهم جدا هذا ويا نعم. سألونا هذا السؤال نعم اللعب في التراب راه اسهل بكثير من اللعب في نقول احنا في الكازون ولا نعم. في العشب نعم. الاصطناعي ولا في الطرطو راي شفت يعني في التراب راهو اي واحد اي واحد كي تقول له راهي معناها دوره في التراب يقول لك سجلني سجلني آه نجي نلعب نعم. مجرد ما تقول له راهي في العشب الاصطناعي ولا في الملعب البلدي يقول لك اني ما علاش حس شغل مكلفه باش نلبس تقشير ونلبس صباطي ونجيب بوندي وما على باليش <applause> آه هذه كلها في التراب راهي شغل اللعبه جاتها سهله. الناس كلها يعني حتى اللي عندنا ناس كبار عندنا اكثر من 50 سنه ومشارك معنا في الدوره. اكثر من 50 سنه. اكثر من 50 سنه يلعب ومشارك. في الدوره ومشارك ويلعب ما شاء الله. والله حاج هل... طاهر غميمه. حاجة... حيوه طاهر يعني أنا... ب... بنفس الشباب. بنفس الشباب. بعزيمه الشباب. نعم. جميل جدا والله لما تسمع اخبار كيما هذه رائعه جدا. سي عباس غريبي راه يقول لكم رغم اننا لم نشارك الا اننا نحييكم ونشد على ايديكم وقال لكم اعطونا الصعوبات اللي تلقيتوها على هذه الارضيه. آه شكرا عباس سي غريبي. سي عباس آه عباس كان احد اللاعبين آه قبل شارك في عده نسخ لكن على نعم. الغالب يعني المره هذه كانت عند آه اصابه نعم الصعوبات آه احنا نلقوها دائما يعني في, في التنظيم هو يعني اول حاجه في التقسيمات. نعم تقسيمات تاع اللاعبين يعني المستوى نتاع اللاعبين جمهورنا ولا عباس ولا اخ بالقاسم نعم المستوى مش ثابت. تاع اللاعبين اللي شاف نعم نعم. اليوم رانا نشوف متغير متغير, متغير. متغير. نشوف نعم. احنا سيف الدين في النسخه هذه راه ما شاء الله يلعب يعني احنا نديروه كما حكينا من قبل ان عندنا مستويات نحطوا سيف مثال في مستوى اول يجي مثال العام الجاي المستوى تاع سيف ينقص يتراجع يتراجع المستوى وبالتالي الفريق يعني ينظر أيوة. تظلم الفريق م. اه شفت كيف المشكل هذا؟ هذه الصعوبات اللي نلقوا فيها فقط المشاكل الاخرى اللهم لك الحمد يعني دل... من بنيه التنظيم من ناحيه التحكيم التحكيم عندنا يعني مجموعه من المتطوعه بارك الله فيهم نعم. سفيان عبادي ابراهيم عبادي الشيخ محمد ميم عبد المنعم عبيد محمد. بارك م. الله فيهم هذوما راهم متطوعين بتطوع 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 كل نسخه راهم معنا وتحيه لكل ابناء حي صمام بالبيضة اذا عباس غريبي قلنا لك راك توب ان شاء الله راك ديما تبقى وفي للدوره ان شاء الله وقت تعرف الارضيه جدا ما تجيش في الصطاد برك هاي هذه اشاره من عند ابو بكر قال لك خطانا من الامر هذا نودي ان وجه تحيه الى صديقي الوجاري العزيز في الدبيله سابقا اللي هو البشير ميم احد اللاعبين الأفذاذ واللي ساهموا في ترقية آه الرياضة ببلدية آه البيضة تحية البشير الميم آه أحد إطارات آه مديرية آه أملاك الدولة أملاك الدولة الحاج البشير بارك الله فيك عندها عنده كلمة نسبة. كبيرة كلمة كبيرة كاريزما كبيرة وثبات كبير لا لا يد تحيلي. العون يد العون فتح لنا باب الدار نتاعه والكراج نتاعه كل يوم راهو نلقاو فيهم بارك الله فيهم هو والأولاد نتاعه الخير تاعها ما يتنسيش اي حاجه الدورة ندسوها في نعم. حتى بالاله الجارفه وعاوننا بياسر حوايج بارك الله فيك الحاج البشير من هنا من هذا المنبر وخيرك راه ما تحيه ليه تحيه ليه تحيه لابنائه لي نعم وربي يبارك فيهم البشير راه من بكري اكيد معروف بالمناسبه النسخه فصل. النسخه هذه كانت عندها لمسه اخرى نعم. من مجوهرات المهره نعم هذا يحيى الدودي ثاني بارك الله فيك كانت عنده لمسه لبسه نعم. كبيره في في انجاح هذه النسخه نعم مجوهرات المهره هذا المحل تاع مجوهرات راهو حال في نخلة. النخله الشرقيه يعني بارك الله فيه ثاني حتى هو راهو ودعم الرياضه دعم دعم ياسر 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 بارك الله فيه كان من اسباب نجاح النسخه وحنا نعم. راهو بالقسم كل نسخه نحب نديروا حاجه جديده نعم ما نحبوش نديروا كوبي كولي بين قوسين نعم معناها هذا دائما ندير جديد دائما ندير جديد. جديد. نعم. جديد معناها بارك الله فيه يحيى كان عنده يد المساندة والعون لنا في النص يحيى دودي يحيى دودي يحيي دودي, دودي يقول لكم بالتوفيق شباب وربي يحفظكم تحية يتابعكم نحيوك يا سي يحيى ونشد على يديك لأنك تلعب في الرياضة وتلعب في الشباب وتلعب في دور كبير جدا قل من يؤمن بهذه الأفكار صح. أن يدعم الرياضة نرجع لشعاركم الجميل هذا شعار الإزلان ربي يكون خير هذا الشعار هذا آه بالنسبه للشعار لوجو ربما فتحي سيعرض لنا ربما الى استطاع ان يعرض لنا صوره لوجو النادي الرياضي الغزلان بالبيان. اللوجو الاخ بالقاسم احنا عندنا سيف هذا هو المصور وهو المصمم وهو الاعلامي تاعنا يعني. سيف هذا فيه. هذا بوليفالون يعني آه متعدد دل... ما شاء الله يعني والله صراحه يعني عندها لمسه كبيره في الدوره تاعنا ويعني معظم معظم الافكار اللي بالرغم هو... انه يتجاهل الكثير لكنه. <applause> لا لا ما تشوفهاش من, من, من النقطه هذيك يعني يعني الصراحه يعني, صراحة يعني طبعا للا... اكثريه الافكار يعني هو اللي جاب فيها. وحنا ندرسوها ونعاودوا نتفقوا عليها ونحسنوا فيها ونطبقوا حياليك ليك سيدي. بارك الله فيك. هذه شهاده سيف. من قامه من قامات الرياضه في حي الصمام اللي هو ابو بكر قادي وما دراك. وهذه بلا مزيه من عندنا يعني. نخدموا حتى الناس ما نعرفهمش ونخدموهم. هذا كلام ما بالك يعني. بابناء الحي و... واهلنا. عماد علاق يقول لك قل سي سي تكلم شوي تكلم شوي تكلم سي. سي عماد يقول لك قادر يا سي عماد راه وحشان شوي سي قال ما تفوتوليش يعني كثير من الاسئله ما ليش الكاميرا الا ان اخي فتحي مصمم على ان الكاميرا تتوجه له باش يتكلم شويه على كل حال نتحدث عن على المقابله الاستعراضيه الجميله التي ختمتم بها اللقاء ونشطها كهول حي الصمام وربما من البياضه ككل احسن حاجه, حاجة, حاجة في الدور هاي على هذه المقابله الياس وش لفت انتباهك في هذه الاحسن مباراه سبب في الدورة هي تاع الكهول الناس كل تس... الناس تستنى فيها فتح الشيب سيعرض لنا بعض اللقطات من هذه الدوره وصوره مميزه علقنا على عليها تفضل سيلياس كيف شفت اللقاء الختامي لقاء يعني استعراضي جميل تابعه الجميع بكثير من الفكاهه بكثير من التعليقات كيفاش لقاء ممتع ما شاء الله الشيخ لكن قالوا لي بلي علق كثير على هذا اللقاء هذه علقت من ناحية علقت من ناحية الأداء من ناحية يعني لازم أوه. لازم شوية ضحكة وشوية شوية لعب شوي. المباراة كهولة بالجسم فيها واحد السر سر كبير أو فيها واحد الندية نعم كما في الدورة ندية كبيرة ندية كبيرة تتعرف أنت تعرف أنت عقلية أه. ما بعد ال 50 باين الحاج أه. عثمان العايب نعم هذا مفتش تربية الله يبارك نعم. في حاله إن شاء الله فايت 60 سنة فايت 60 عام فايت 60 عام راه يلعب هذه الصورة على اللي قلنا عليها مشكور فتحي هذه علقونا على الصوره اللي فاتت على هذا الدكتور صالح حميدتو صالح أحمد. كان احسن لاعب في المباراة نعم تفضل تفضل هذه المباراه قلت لك بالقسم راهي فيها نديه كبيره بين نعم الحاج غميمه هذا الطاهر نعم وبين الحاج عثمان العيب نعم راهم شغل هكا لازم انه يخسر ونه يربح وكل واحد يعني نادي لكي بتاعه سوف يرجع لنا فتح الصوره هاي الصوره تبقى ثابته لبعض الثواني علقونا على هذه الصوره الحاج الحاج عبد الحميد قادي نعم هذا مشهور لاعب رياضي قديم في بلديه البياضه وهو لاعب فريق نفسي بكري نعم آه والخال خال العروسي آه العروسي مساوي نعم هذا احد قامات الرياضه بارك الله فيه العروسي هذا هاي الصوره خال مشكور خال خال, خال شكرا فتحي خالد يوسف هذه صوره معبره في نظرك انت وش راو يقول اللي اللي هو على اليمين للي هو على اليسار هذه كانت من المباراة تاع النسخة تاع الماضية مش نعم. نسخة تاع هذا الوقت هذا كانوا يلعبوا في كفرؤ كانوا يلعبوا في بلانتي في الجهة الأخرى هم راهم يقعدوا يتحدثوا عن اللعبة نعم لأن اللعبة هذه من أولها لآخرها يعني فرجة فرجة ومتعة وضحك وأنتم حبيتوا تفتحوا هذه المقابلة الختامية بهذه المقابلة الاستعراضية أولا باش نذكر لأنه كان كرسالة لازم يكون هناك رسائل، رسالة لجيل الجديد بلي هؤلاء مروا على على الملاعب في البياض، كان لهم دور نشطوا الساحة الرياضية في وقت ما هم اليوم ينشطوكم وهم كهول، يعني هذا دور اجتماعي ودور رسالة مجتمعية آه نبل هذه التواصل تاع الأجيال. ربو بارك الله فيهم راهم منشطين لنا الدورة ومنشطين حتى فكريا نعم راهم يعطونا في الأفكار يعطونا في الأخطاء تاعنا يعطونا في الـ الـ الانتقادات احنا كلها باش نصلحوها وباش نداركوا هذه الحوايج سواء يعني لحظيه او مستقبليه جميل يعني كون يشوفوا هم راهم يعطونا في ياسر ملاحظات وياسر حوايج نحبوا ان تحب تحسنوا ايه نحب نحسنوا بها تحسنه. الدوره الدوره معناها مع هما المرآه العاكسه لكل افكارنا نعم بارك الله فيهم وربي يجعلهم تاج في قروسنا ان شاء الله نعم. علينا ان شاء الله المتابع والمشاهد وائل عبد يقول دوره رياضيه دوره الغزلان دوره رائعه جدا خصوصا وانها لعبت على الارضيه الترابيه يقول مشكور ان شاء الله في دورات وطبعات اخرى محليه تلاقي نفس النجاح هذا عبد اللاوي يشجعكم آه عماد علق يقول راه صاحبي ونعرفك يا سيد هذا ويعرفك مليح على كل حال تحيه علق نعم آه كما قلنا هذا اللقاء الختامي الذي انتهى طبعا بفوز منك وهو على من فوز فريق عثمان العايب عثمان العايب عثمان العايب طبعا نعم كانوا خاسرين كان خاسر واحد زيرو بعد أوه. دارك الشوط الثاني على التغيير 2-1 نعم تحدثوا على اللقاء الختامي الان هذه الدوره الختاميه حضرها المسؤولية المحليه المحليين يعني بالاضافه الى نخبه المجتمع بالبياضه كيف نظمتم لها كيف حضرتم لها كيف كانت شعوركم تحدثوا على هذا اللقاء الختامي إن... اللي بقي راسي قبل ان نتوجه الى نقطه اخرى مهمه رافقت كل المقابلات هي الجلسات الدينية الجلسات التحسيسية الاجتماعية وهي من بين, بين من بين جنود الخفاء بالقاسم نعم دودي للكراء نعم دودي هذا دو بارك الله فيهم ياسر ياسر ونشكرهم من هذا المنبر نعم راهي المحلات نتاعهم مفتوحة لنا وين نحتاج ونجون وين وين نحتاج نجوا بدون مقابل بارك الله فيهم رب جزاهم علينا كل خير أول الدورة نهزو فصل الدورة نهزو آخر الدورة نهزو المستلزمات الامور هذه تاع الكراء كل راي من مؤسسه دودي للكراء ربي يبارك فيهم ان شاء الله عبد القادر ورضا دودي ان شاء الله تحيه لهم تحيه 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 كبيره لهم عندنا من من بين الامور الاخرى عندنا هذه المشاركة المباريات على المباشره بالقسم نعم اللايف احنا نقولوا هذا ولو ان الدوره هذه يعني هذا اللي شارك في الموال في صورنا الحق طار شوي جموعي غولي تحيه للجموعي تحية غولي للجمعي. احنا تابعنا عن طريق الجمعي ونحيوه لان الاعلام يلعب دور كبير في ايصال نعم. الصوره والصوت وايصال يعني المبتغى والمحتوى الى اصحابه مباشره. نشكروها هذا يا سيد نشكروه جموع ياسر ياسر هو ديما يجي معناه ماهوش يلعب بصح يجي ومباشره يشارك البث المباشر باش المش حاضر الكل يتفرج حتى من بعيد. عماد علق يعاود يثمن هذه اللقاء ويقول لكم دوره نجحت وثمنوها ان شاء الله ويتمنى هو ان شاء الله تكون في الاعوام القادمه بأحسن حلة حمزة الساكر والله يا حمزة ماذا شارك نشارك معاهم العام الجاي إن شاء الله في الدورة هذه مشكورة أنك تفكرتني أنا وأنا أحب جدا مثل هذه الدورات خصوصا وأننا في مرحلة الكهول وإن شاء الله نكون بعقلية الشباب والرب هؤلاء الشباب يوسف كذلك يوسف موساوي ولا مسعودي يوسف مسعودي. مسعودي. مسعودي يقول خصنا جماهيرنا الاوفياء يوسف مسعودي ربي فيك ربما هو يوسف, يوسف لاحظ ملاحظه يقول خصنا الفار العام الجاي يوسف نجيبوا الفار ان شاء الله على الاقل نجيبوا ثلاثه ولا اربعه هما يمثلوا الفار ويسجلوا كره صغيره وكبيره انت حتى كما قلت على اللقاء الختامي لقاء كيف اخترتم لهم حكام الان الحكام انتم كيف اخترتوهم حكام هذوما هل من الجهه هل استقدمتوهم يعني من جهه, جهة من جهه, جهة, من جهة, جهة متطوعين جهة أو البياضة وما شاء الله فيها كل شيء متطوعين يعني متطوعين والله بدون مقابل بارك الله فيهم ياسر ياسر بارك الله فيك يتكرموا وتكريم مع معنوي يعني شكلي شكلي شكلي, 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 معنى شكلي, فقط يعني تكريم في اخر الدوره, الدورة والله نعم لا يعني كما نقولوا ما حقهم اكثر من هكاك بياسر نعم بارك الله فيهم ونوروا الدوره ويعني الحاجه المليحه اللي انا في التحكيم تاعنا ما عندهم حتى انتماء ما عندهم حتى انحياز ما عندهم حتى انحياز معناتها الماتش الرياضه الرياضه وما دراك نحن ج جاءوا لهدف رياضي آه. فقط حضور تاعهم المبكر بارك الله فيهم التحكيم تاعهم اخويا التعيين التعيين تاعهم هما عندنا مثال نمشوا للدوره كامل بثلاثه واربع حكام نعم مباشره ثلاث يوم ثلاثه واربع حكام آه اليوم هذا الاخر هذا هذا يعني التحكيم النهائي جت ساعات يعتذر واحد يتصل يعني. بينا قبل آه. الوقت يعوض آه. يعني آه. 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 يعني من المرة العام هذا التحكيم يعني النهائي كفاءه ماشي كيما نقولوا راهو خيرنا هذا على هذا نعم على كل واحد مريحكم جت يعني في ابراهيم عبادي اعطينا ابراهيم عبادي يعني هي جت الداله كما نقول احنا هذا ما هذا البشير يقول لك اكد لي على سيغولي ياكد لك اذا قال لك ديروا معاه علاقات على الاقل يتابعكم ويتابع دوراتكم غولي هذا المصور ياكدوا عليه طبعا آه اللي قال كما قلنا الذي آه انتهى لصالح فريق العراق كانت مقابله حماسيه تبعها جمهور عريض طويل سيف تعليقتك على الشوط الاول من هذا اللقاء الشوط الاول تفاجأنا بمستوى تونسي كان مستوى تشكيله نقدر نقول التشكيله كانت غلطة بغتوهم المنتخب العراقي بثلاثه اهداف ما كانش متصوره ومتوقعه من كجمهور وكلا كلاعبين لكن بحنكه غولي عبد الملك نعم. ما بين الشوطين دارك الوضع وغير في التشكيلة نعم وضيع داروا فرص ضيعوا ورجعوا في المقابلة لاخر لحظة هم يضيعوا في الفرص معناها كنا كنا دايرين حساب باش تروح لضربات الجزاء اي والله كانوا يغلبوا ولكن سيف جاء ضد لوكا الله يكبر وبالتالي مالت الكفة مالت العراق المنتخب العراقي الله اكبر يعني وهكا كانت لقاء يعني ختامي جميل لا ما شاء الله متعه كالجمهور يعني تمتع اللاعبين تمتعوا الناس كلها سي البشير نقولوا لك باللي حتى سي غميمه روح بشير غميمه يعني ما تغشش علينا صاحبي آه يا صاحبي اخويا مرحبا بك وعندك دور كبير حتى كنت في التصوير العام اللي فات تكرم غميمه غير من مجهودات تاع التصوير يعطيك الصحة وللأسف يعني كان هذا العام هذا كان مصاب شوي ما قدرش يلتحق معنا في الـ هو صاحب فكرة الصفحة 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 والتصوير مشكورين يعني ما عندناش مزيح حتى واحد البشير خويا نعم وكلهم أبناء البياضة وكلهم نعم كلهم أبناء ابن نعم الجميع كله لهم التحية يعني ربي يحفظ صاحبي يقول لك ربي يحفظ الجميع إن شاء الله إن شاء الله الآن نمر إلى ما ميز هذه الطورة هي تلك الجلسات الدينية التي تستحدث نشوفوا حتى باش ما يتغشوش يعني أنا اصحاب الافكار من هو صاحب الفكره فكره الجلسات الدينيه واستقدام بعض من يعطي يعني جلسات تحسيسيه في مواضيع معينه هذه, هذه الجلسه الدينيه الاخ بالقاسم راهي كل جمعه موجوده وفتحي سوف يعطينا صوره حول هذه الجلسات طبعا كل جمعه تفضل قلت لك هذه الجلسه الدينيه راهي موجوده في البياضه كل جمعه هذا الفلسطيني احنا نقولوا نعم. فلسطيني هذا البيع البلاطري هذا هذا المركب الجوال القديم نعم. كل جمعه كاين احنا يعني عندنا شاب يقول له ايمن ايمن طيب. عبيد بارك الله نعم. فيه هو كان عنده اتصال بهذا المشايخ عرضنا معناها مره باش نحضروا لهذه الجلسه هو نبهنا لها وجدت الفكره أنا من سيف غريبي قال انا واش ما رايكم نجيبوا نجيبوهم هذوما الحي تاعنا لان يعني الفلسطينيين هذا بعيد علينا مش تابع للحي تاعنا جت الفكره أن رحنا كان رحنا نجيبوهم حدا الابتدائيه نعم ومن بعد يعني كي حكينا يعني كيما قلت لك تجي الفكره ومن بعد يجي الراي نعم الفكره جت معنا باش نديروها في الحي الصمام نعم. بعد انا الراي تاع الجماعه طيب. قال لك نديروها في الملعب في الملعب في الملعب بعد وكانت يعني الملعب يعني مهيأ يعني مهيأ تراب تراب تراب, تراب والنظافه ومفتوحه معناها المكان مفتوح يعني حتى الهواء مليح الناس كلها كجت كي السيارات السيارات وهذه صور اللي يبعثها فتحي جميله جدا يعني صور جميله ربما تبعث في النفوس يعني انشراح يعني لما تشوف شباب يحضر لهذه الجلسات يستفيد ان رساله وصلت من هنا يتجه الى صلاه العشاء وهو الامر قد يكون آه امر مودي بعد العشاء بعد العشاء بعد العشاء جميل جدا آه باش ما نمسوا حتى آه حاجه وما آه يعني المساحه المساحه والمجال مفتوح نعم مجال مفتوح يعني والله دور اجتماعي كبير جدا مشكورين عليه اجمل ما في الدوره التنظيم والمنظمين العام الجاي نجيب كوكاو يا ابو بكر قال <applause> عباس آه سي عباس يعني يعطيه الصحه عباس راه ناشط هذه الجمعية تاعنا الشيخ أبو القاسم من مش تقصر عن الرياضة في كل المجالات ثقافية دينية وكوشي. حسام الدين نعم سيف يا سي حسام الدين كذلك يقول بلي راهي دورة كانت ناجحة أظن كانت اه وخلفت تقبيل كبير حتى لدى الشباب الصاعد هذه الدورة أكيد ثم يجيكم سهل أنكم تسلموا المشعل في يوم ما لهذا الجيل الصاعد يا ابو بكر والله احنا مرحبا به اللي حاب ينظم الكل والمستعد باش ينظم اخويا يحب ينتمي ويحب المد ما كان حتى مشكل ماهيش حكر علينا راح نعم يعني اخويا الاهل الاهل الرياضه والقال راني قادر و... وراني حاب ننظم الكل مرحبا به نعم. اهلا وسهلا عندنا فقط يعني المشكل تاعنا احنا راه التنظيم تاعنا بالقاسم راه مرتبط بالمكان نعم وجود المكان هو وجود الدوره نعم فقط خاف غدوه المكان ما شي دوره الغزاله هذه بتعود من الماضي ايوه لا, لا لما تشوف انت الشباب هذا ولما تشوف المحيطين بهم انك تفرح وربما وتحس انه هناك من يفكر معكم في مستقبل هذه الدوره ما يعني والله ماذا بينا ماذا بينا لان بصح ونطلب من السلطات يخلونا غير المكان فقط نعم ومن هذا المنبر نرفع صوتنا من خلال هذا البرنامج من خلال هذه القناه التي ترعى الرياضه والرياضيين وتشجع كل نشاطات الشباب الى السلطات المحليه في بلديه البياضه ضروره مساعده سكان حي الصمام بالابقاء على هذه المساحه يعني كمساحه مفتوحه ومن الجميل ان يكون في كل حي مساحه مفتوحه للنشاطات لان كل حي فيه مساحه مفتوحه ما يكون حي مغلق تسهل النشاطات وتسهل حتى الجلسات وتسهل حتى معنى الجلسات العامه لسكان الحي مش في الرياضه وفي نشاطات اخرى، ربما تستقبلوا حتى نشاطات من خارج البلديه يعني تستقبلوها في هذا المكان هذا دور اجتماعي، احنا انه نضيقوا على نفوسنا في الاحياء وبالتالي ما نقولوش حتى وين نديروا نشاط، هذه المساحه مكسب، نتمنى أن لجنه الحي وتكون عندكم لجنه الحي تدافع ان شاء الله بقوه عن هذه المساحه لتبقى ملك للشباب المستقبل شباب البياض القديمين للعلم تفضل شيخ يا سيدي عن قريب ان شاء الله رانا في صدد تنظيم دوره لكرة الطائرة ان شاء الله في نفس الملعب في نفس الملعب في نفس الملعب جميل إن شاء جدا على ارضية ترابية ترابية وكرة الطائرة هي تكون دورة ولائية بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله تذكرونا على الاقل نعطي لها الصدى الإعلامي بإذن الله ان شاء الله آه أكيد راكم تلقيتوا بعض المشاكل في تنظيم هذه الدورة أبو بكر أكيد. أكيد ربما صاحب العرس دائما يجد صعوبات يعني أكيد أكيد نتحدثوا عليها ولو أنها يعني ما تكون في الصعوبات القوية يعني لأن يعني ي... مهما هذه الصعوبات لأن الدورة نجحت يعني والله شوف يعني أنا ما نقول يعني حتى حاجة صعيبة مع المجهودات نعم ومع تعالي صفاء تعالي النية من أجل إنجاح الدورة الحمد لله هاي. حتى من المنظمين يعني نعم. راني يشوف يعني بالقاسم باش ما ننسى حتى واحد نعم أه الجيران ثم كاين سليم غميمه ولا حمزه ابو عزيز هذوما بارك الله فيهم ديما فاتحين لنا حشانهم حتى للماء وحتى للقلاص وحتى للمل الامور هذه رائع يعني نشكرهم هذوما نعم علي, علي العايب العوني راه يمد لنا كل يوم الماء العوني. بارك الله فيه نعم. عندنا زوج وحدين مش من الحي تاعنا مش من الحي تاعنا من لاباما جمال ناصري وطارق رقاع كل يوم حاضرين معانا في التنظيم دورة في الدورة كل يوم هذا يعني. طارق هذا مهنينا ديما من التحضيرات نتاع الملعب كل يوم والتلصيق نتاع الشبكة والحوايج هذيك جمال خويا ناصر بارك الله فيه حتى وداخل في الاسعافات نعم. وكاين وحدين راهم ما يحبوش نذكروهم يعني حابين قال لك احنا لنا جنود خفاء خليها لله بارك الله يا فيهم ياسر على نشكروهم نشكروهم ياسر يعني. ياسر على ياسم. الغيب نعم أنا أنا بارك الله فيهم راهم دعمونا ماديا دعمونا معنويا رب يجزيهم علينا كل خير راني قلت لك اسباب نجاح الدورة يا بالقاسم ماهوش المنظمين مش منظمين فقط منظمين إحنا كنت حطنا أو وحدنا انا ما نقدروش لازمكم تدعيم انا عم لازمنا الدعم لازمنا الوقفه لازمنا النظام لازمنا الماده لازمنا الجمهور مشاركي. الناس كلها راهي هي الاسباب تاع النجاح تاع الدور نعم يوسف مسعودي يقول باللي هؤلاء يعطيهم الصحه لانهم يعملون بغير مصلحة أو بغير مأرب شخصية يوسف هو يعترف لكم من السعودية بارك الله فيك يا صاحبي وعباس يقول حتى في الدورة الأخرين نخلونها ليكيب هذا ما شاء الله اي يعني. صح هي ش... نخدموا كلش بالقاسم شفافية احنا يعني اللهم لك الحمد, الحمد وشوف يعني المميز في هذه الدورة بالقاسم نعم العائدات يعني الاشتراكات نعم. اللاعبين كامل راهي تروح للعائلات المعوزة هذه نقطة مهمة نتحدثوا عليها أنا, يعني أنا يعني يعني أنا على بالك الجوائز كامل راهي من الدعم نتاع 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 المدعمين نتاع المساندين الاشتراكات وجهتوها مباشرة كلها تروح العائلات ما عد من منها حتى سنتين جميل, جميل وهذا وهذا ثاني داخل حتى في الامر الديني بجسم مش باش ما ندخلوش يعني في القمار تاع ادفع وتربح هذه يعني الاشتراكات كامله راهي تاع اللاعبين راهي كلها تروح للعائلات الجوائز هذه والتكريمات والامور هذه كلها راهي من الناس المدعمه والناس الواقفه معها هذا خبر جديد اعطيته نعم. يعني وراءكم مدعم, مدعم. داعمين اساسيين للدوره في الخفاء أني قلت أسأل الله يثبت ان شاء الله ربي يبارك فيهم ان و... شاء الله وراحت العائدات الله. الى من يحتاجها بسوق البياض التاج ذياب يقول دوره رائعه جدا ولكنها قصيره جن... المده م... مش معناش منها شوف لما أنا... تسمع لا كلام مثل هو شاب هذا اعتقد انه تسمع ان كلام <تكتش> مثل هذا تجذيب. نعم يعني تفرح قال لك مش معناش منها لان دوره كانت رائعه جدا ماذا بيتو تقعد شر نعم اسلوب التشويق التجاني نعم التشويق الحاجه الحلوه ديما منها شوي استناها العام الجاي ان شاء الله <تصفيق> <تصفيق> نعم بالتوفيق في دورتكم بشير قالكم العام فات تعبتوا في الصطاد لكن العام هذا ولا باس شفنا الجارفه شفنا ان تسويه الارض شفنا نعم. هذه الامور يعني كلها كانت امور استباقيه من اجل تهيئه هذا الملعب أه ربما اذا كنا باش نختم قبل ان نعرض فتح يعرضنا بعض الصور ونخدم بفيديو خاص بهذه الدوره بودي ان تتطرقون الى من أحسنوا الى هذه الدوره ومن قدموا لها يد العون من قريب ومن بعيد بالاسماء التي تريدون ذكرهم وبالاسماء التي لا تريد ذكرها ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح وان شاء الله. الله في ميزان حسناتهم ورسالتكم الاخيره لشباب حي الصمام ولسكان البياضه البياضه لما نقول البياضه نقول الرياضه نقول النشاط نقول لكل البياضة هاي مراحل على كل حال أنا. كما مراحل الاف سي بي مره يطلع مره هكذا الان آه البياضه خزان لكل لما تسمع في حي من الاحياء فيه جمعيه مثل جمعيه غزلان وناشطه بهذا النشاط وتقوم دوره كما هذه الحمد لله فان الامر يبشر بخير ان شاء الله ان شاء الله رسالتكم لشباب السمام وشباب البياضه وكلمه لكل الداعمين لهذه الدوره ونظرتكم انتم للمستقبل ان شاء الله ما كاين حتى حاجه بالقاس باش تجي من هكاك من, من فراغ ولا تجي من فراغ ولا يعني كاين جاري كبير وكاين نشاط كبير للاعضاء ونشكر نعم ونشكروا الرئيس النادي عبد المنعم عبيد المجهودات المبذوله ولو انها غايب نتمنى له عطله صيفيه ممتعه عطله صيفيه ممتعه كان عندهم دور كبير في الانجاح هذه الدوره وفي الامور هذه كان ساتر ما يحبوش نذكرهم كان اخويا العائلة المرحوم بارك الله فيهم دعمونا عائلة الناقص عائلة الشهيد الناقص عبد الرحمن بارك الله فيهم في الدعم المادي والمعنوي المهره مجوهرات المهره, بارك, المهرة بارك, بارك الله فيهم في الدعم المادي المجلس الشعبي البلدي بارك الله فيهم ثاني على الوقفه تاعهم هذا بدون ذكر يعني بعض الاشخاص الذين دعمونا في الخفاء ورب يجزيهم علينا كل خير ان شاء الله نعم هذه من بين هذه انا قلت لي اسباب نجاح الدوره نعم اسباب نجاح الدوره هي وجود هذه الاشخاص هذو مرام هم السند تاعنا لاني يعني قلت لك انا بالقاسم مرام الاشتراكات قلت لك علاش ونحن... نجحت الدوره كنت تتحدث انت نعم. لماذا نجحت سبب تعال نجاح نعم. تعال نعم. الدوره هذا أسباب تاع النجاح تاع الدوره راك اللي تروح لما يردك شيء بالقاسم جميل جدا بارك الله فيهم جميل جدا ما هو المطلوب من الجمهور يعني والمشاركين في المستقبل وكيفاش باش تكرموه الجمهور هذا الجمهور تاعنا بارك الله فيه جمهورنا العظيم احنا شو الجمهور تم عندنا جوائز تاع الجمهور بالقسم نعم جميل هذه تبدا من الربع الدور ثاني. الربع يعني الربع والنصف والنهائي هذا ديما فيها كما نقولوا تكريمات هي توقعات نتاع نعم. المباراه نتيجه المقابله اه ومن بعد التكريم ثاني حاجه مليحه نمدوا في تيني مطبوع, مطبوع. يعني يعمل شعار, نعم. شعار. نعم. الدور... الدوره ربما ولباس لباس الدوره لباس النادي النادي اه. في حد ذاته بارك الله فيهم الحاجه اه. و... ال... الاخرى الاسباب ل... تاع النجاح هذه تاع الدوره نعم راي اللي يجي يخدم يخدم نيته ايوه نعم. حتى واحد عنده هدف الله خلفيه عنده حتى شيء اللي يجي يخدم نيته راهو حتى اللي تغش يجي يخدم ما تغش ويجي يخدم احنا ممكن ممكن مثال اليوم سيف مثال عرضنا الراي ولا حاجه في حاجه بصح العشوة تلقى ثم في الصاد لا لا يخرج عن نطاق الرياضه ما يخرجش عادي عادي عاد ولو واش نديروا الحاجه المليحه اللي قلت لك احنا رأي اللحمه رانا مثلا ثله من الشباب رانا نتشاوروا نتشاوروا في كل شيء نترايو ومن بعد نخرجوا بالنتيجه ثم عقليه الشباب على كل حال اللهم لك الحمد يعني الشباب دائما عنده المروح المبادره روح التفكير لا ريزيستونس يعني المقاومه من اجل المضي قدما لهذه الامور والله فتحي على العارضه التقنيه في غرفه البث يرسل لنا بعض الصور تباعا علقونا عليها ولو اننا شاهدنا الكثير منها سريعا نعلق على هذه الصور كما سنعلق على صوره لاحد البارزين في هذه الدوره ويقولون كلمه فيه ان شاء الله هذه الصوره الاولى لجلسات التحسيس وطبعا هذه واش تقولوا لهم في ميزان حسناتهم اللي قاموا اللي داروا وش <سؤال> تقولوا لهذا هؤلاء والله يعني اولا كل صوره تشوفوها علقوا لنا عليها اولا نقول له شكرا ل... نعم سيدي لهادي حواس و... جديد. وجديد الله. وكذلك نشكر كل من اعطانا الفكره للقيام بهذا الشيء والله حاجه تفرح كما حاجه كما هذه تفرح نعم ان شاء الله نعاودوها عاودوه كل جمعه عاودوه قالوا لنا جميل الصور الاخرى علقونا عليها ابو بكر ولا الياس الصوره هذه هذه صوره بعد انتهاء الجلسة, الجلسه الدينيه مع اعضاء نعم مع الجمعيه مع الجمعية مع, مع الشيخانة جزاهم الله عنا كل خير هذيك صوره من النهائي احتفال, احتفال احسن لاعب واحسن هداف والهداف واحسن حارس نعم الدورة. من نفس الكيبكه في العراق نفس الفريق نفس الفريق هذه من مباراه الكهول. الكهول صالح حميدات واحسن لاعب في مباراه هذا صالح صالح الدكتور صالح كرمتوه هذا مشامبيون هذا فريق هذا الكهول لا لا هذا العراق العراق بطل الدوره هذا بطل النسخه يا في هذه الفرحه هم كلهم شباب تحيه لهم خدعونا خدعوك لكن المشكل المشكل من سيف قادي لا سيف سيف هو سيف, لا. سيف. الله يهديك يا سيف هذه صوره جميله علقونا عليها هذا يوم التاسيس هذا يوم جاتنا لاكريمون هذه في قاعه هذه هذه في محل من؟ عبد الملك غولي عبد الملك عم. غولي عبد الملك اللي 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 شجع سي سيف هذا آه. <applause> في اخر لحظه بصراحه عبد الملك غولي هو اللي حللنا البيت تاع في اي حاجه مشكور عبد الملك اي حاجه رانا عنده مباشر يعني مجرد ما نقولوا كاين اجتماع يقولوا او بين في المكان هذاك هذا اللوكا وهذا <applause> سيف ودير صوره يعني للذكرى للذكرى هذا وزو متقي وراه وزو متقي تحيه ليه هذاك موسى غولي عضو من الاعضاء المجموعه <applause> فتحي سوف يعرض لنا صوره احد المتابعين والمشاهدين والمنظمين سوف تعلقون على هذه الصوره ختاما يا يعني فتحي ماذا تعلقون صوره لاحد اللاعبين والمنظمين هل وجدتها يا فتحي الصوره هي صوره سيف ماذا تعلقون على صوره سيف سيف غريبي سيف الدين غريبي سيف الدين غريبي ربي سيف الدين غريبي هذا رو عضو اساسي معنا في الدوره ومن اسباب نجاح الدوره بارك الله فيه، راهو <applause> يعني لأن أحد المتابعين سي أبو بكر قال اعرضوا صورة سيف الدين غريبة ثم بفضل الله هو, هو, هو الإعلامي للدورة هو اللي دار الصدى للدورة. أنا قلت لك سيف هو صاحب دائما صاحب الأفكار وصاحب التخطيطات. نعم. آه. والدورة هذه يعني تخلتها ياسر حوايج بالقسم حتى التكريمات كرمنا فيها حتى طلبة البكالوريا. نعم. وسط ها. الدورة. باختصار تحطوا على التكريمات التكريم شامل من كل المنظمين كل المساهمين كل الحكام في المنظمين يعني ما يتكرموش المنظمين ما يتكرموش بارك الله فيك رائع جدا في نعم. هذه الصوره آه. علقوا لي على هذه الصوره هذا هو هذا سيف هذه هذه من مباراه النهائيه هذه في اللقاء الختامي آه. صورها شكرا آه. يا فتحي واخيرا سوسي. فتحي سواسي بارك الله فيك حضر معنا ودرنا تغطيه للمباراه النهائيه نشكر المصور كمان نعم. سواسي سوي. احد <applause> المتابعين قال اعرضوا لنا صوره سيف الدين غريبي ها هو سيف وهو يتابع المقابله في صوره على هدى وهو يتابع هنا احساسك واش كنت احساسك يا سيف هنا يعني. يأ... تتابع في اللقاء على احر من الزمر لا هو يصور هو في حد يصور. يصور الكاميرا يعني صور. الكاميرا عندي. عندي, عندي والهاتف ها هنا كنت روحي فاطه تكمل الدوره اه يا ما كنت يسمع لك اللوكا كيفاش صح صح جو كان ديما توصل للنهايه ظل الناس كلها ما متقلق بلال زبداني تعرفوه؟ اكيد هذا يقول تحيه خاصه لابو بكر والياس واللوكا وسيف الدين ويوسف ووزو وزو وزو تحيه هذا الجماهير اكيد آه. تحيه <applause> ليك وزو قلنا بلال آه يحييكم ودليل على انكم قمتوا بدوركم كما ينبغي <applause> الله ختام هذا اللقاء انا شخصيا في أصداء الشباب سررت جدا بلقائكم هاتي الوجوه الشابه في نادي الغزلان الرياضي بحي صمام بلديه البياضه. اتمنى لكم النجاح في قادم اعمالكم وقادم نشاطاتكم بهذا النادي الذي اعتبره كذلك اضافه للجمعيات والنوادي بالبياضه هو عظمه إزداد وينمو اتمنى له النجاح بتوفيق الجميع بمساعده الجميع. نتمنى الجميع ان يلتف حول هذا النادي. خصوصا أصحاب المال والجاه والأعمال لتزكية هذا النادي من أجل تبرير رسالة الرياضة كوسيلة للتربية الاجتماعية في بلدية مثل بلدية البياضة الرائدة في كل المجالات اقتصاديا رياضيا واجتماعيا نتمنى لهم كل التوفيق تحيتنا إلى شباب البياضة وإلى شباب الوادي العزيزة في كل مكان وكل من يتابعنا تحية إلى كل من رسلنا وكل من تابعنا وكل من كتب إلينا بدون ذكر الأسماء من عباس إلى البشير إلى اللي ذكرتهم أنت كل إلى بلال إلى كلهم التحية وكل من تبعنا وكل من تبعنا ولم يعلق وكل من تبعنا ولم يتكلم نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح خاصة. ونتمنى تحية اعطونا تحيه, تحية في الاخير لنختم هذا اللقاء تحيه لياسين سواكر احد اللاعبين اللي صاب في الدورة في الدوره الدوره وركب ركب, شفاء ركب, شفاء ركب شفاء نقول يا ربي يشفيك ان شاء الله وترجع ترجع تلعب عادي كما الناس و نعم نقش الميزان وللعلم بالقاسم أيوة. أول واحد يتكسر عندنا 10 دورات اكيد الدورات دائما ب... أول واحد ي... آه... خصوصا الترابية ما هو يعثر الانسان بحب. وكل أموره 10 نسخ ما الحمد لله ما ما معليش حتى واحد من... يعني... ملح... هذه ملح الدورة, ملح الدورة خاصة باقي الاعضاء المجموعة الغايبين الغايبين بارك الله موسى غولي ياسين عبادي ياسين سواكر يوسف خالدي شيد عميار عميار رياض عميار دلوقتي الاخوه دلوقتي. عبد المنعم عباد عيسى العايب كامل بارك الله فيهم ساعدونا و على ذكر العايب بودي نوجه تحيه الى زميلي وصديقي العزيز انور العيب الذي تابع آه. دورتكم ونقل بعض الفيديوهات وبعض اللقطات انور العايب ناشط ومحب للجميع يتنقل دون استدعاء مشكور له وقرر انور في ولايه والتحيه له وتحيه لكل من ينشط اعلاميا في هذه الولايه خصوصا في المجال الرياضي والاجتماعي تحيه لكم جميعا فردا فردا نشكركم ياسر الاخ بالقاسم على هذه الاستضافه وإن شاء الله نكون ورانا استفدنا منكم واستفدتم منا واول حاجه هي راي تحيتي راي للناس كل المساهمه في دوره الغزلان وفي في التنظيم دي. ونعتذر من اي واحد نسيناه وراه والله والله العظيم حتى لو عاوننا ب 500 فرنك ما ننسوا خيره جميل جدا هذه الكلمات يعني. والله العظيم راني قلت لكم راني حتى لو حل... حل... بخمس ب 500 فرنك باش توصل للجميع راني حتى لو بخمس ب 500 فرنك بارك الله فيك بارك الله فيك جزاه الله خير لو ماديا لو معنويا بفكره لو برأي برايه بمجهوداته والله, والله العظيم ما عندنا مزيه على حتى واحد وبارك الله فيكم جميعا جميعا وسباب نجاح دورتنا والرسميه راهو انتم احنا رانا مجرد منظمين هاي تكتمل الدوره والنجاح راهو بوجودكم نعم بارك الله فيكم جميعا والله ما يعني يعني جانب من حاز من حاز ولا عتهد يعني نقوم يعني بالواجب تاعنا على اكمل وجه ونديروا كما نقولوا بين قوسين باللغه الفرنسيه الماكسيموم بالعاني باش 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 نلحقوا للافضل يعني. افضل نسخه بارك الله في الجميع كامل بارك الله في المصورين بارك الله في النادي المنظم بارك الله في الممولين بارك مم. الله في المساعدين بارك, بارك, بارك الله في الجيران اللي راهم واقفين معانا وراهم قابليننا بحسنا وبفوضتنا نعم. ودنيتنا كل ما انا ما نسيت حتى واحد أستنى حتى واحد جاء دار فوتو ونشرها على الدوره راه ساهم في الاعلام وبارك الله فيه. تحيه لكم انتم تحيه لحي الصمام ومن يشكر الناس يشكر الله ونقول كما قال بلال او كما قال التاج تجذيب تجذيب قال ما كان لله قدام واتصل وما كان لغير الله <applause> انقطع وانفصل نتمنى <applause> <applause> أن الشيء اللي قمت به أنتم إن شاء الله في ميزان حسناتكم. إن شاء الله. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. الله. مشكورين قناة التحرير على هذه الاستضافة. و... نعم. والتفافكم بالشباب وما يقومون به. هذا دور أخي شكراً لكم بارك جميعا. الله فيكم أنا والزميل فتحي في غرفة البث والإرسال كعادته مشكور يا فتحي على كل ما قدمت حتى نلتقي في أعداد قادمة. إن شاء الله يا رب. تحيات بالقاسم علال إلى اللقاء. بارك الله فيك. الله فيك. الله. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. إن شاء الله درنا حاجة سمحة